إيمان قنديلي، طبيبة نفسية ومعالجة إدمان ومختصة في العلاج السلوكي. غنبغي نتكلم اليوم بواحد الشكل اللي هو منظم على ثقافة أقل الأضرار، ولا باش نقللو من الأضرار. بالنا بنا فوق الكوفيد ما نفعوناش بواحد الشكل كتير الأدوية، فهمنا بنا الوقاية. الوقاية هي أهم حاجة في الصحة. الوقاية بكاع بحال نقولو بكاع جميع الوسائل ديال الوقاية. الوقاية ماشي هي في الصحة اللي هي الصحة العضوية، ولكن في الصحة النفسية، الصحة ديال المجتمع، في التربية ديال وليداتنا والمراهقين ديالنا، مهم باش نمشيو لواحد الطقوس اللي هي سليمة للصحة ديالنا. فاش نهضرو على الطقوس اللي هي سليمة، راه ماشي هي غنغسلو يدينا ونخليو واحد المسافة ونلبسو الكمامة، هادشي مهم، ولكن في التربية وطقوس الحياة. ماشي حقاش الاطفال ديالنا كاين مدارس اللي مسدودين و تيقراو في الدار، باش نخليهم ينعسو حتى 12 الليل ويفيقوا حتى 10 الصباح. خاص واحد النظام، هذاك النظام تيدخل في طقوس الحياه، وهذاك النظام مهم جدا النمو ديال الطفل والمراهق. حاجه اخرى اللي هي مهمه، دابا تنشوفوا بين الاطفال ديالنا والمراهقين ديالنا تيقراو قدام لي زورديناتور، وكاين حتى العاب لي جو فيديو ايتترا، ما يقدروش يدوزوا واحد الوقت اللي هو فوق القياس قدام الشاشات. الشاشات تقدر تضر بالطفل ديالنا، خصوصا الطفل اللي مازال ماشي في السن ديال القرايه، لي تابليت ايتترا تضر بالنمو ديالو، تضر بالايماجينير ديالو، تضر كيف تضر بالصحه ديالو وتعطي اضطراب. هادشي مهم جدا. نعس في الوقت بالواحد خاصو يخدي طقوس ديال الحياه، ينوض، يلبس حويجاتو ايتترا. وحنا هما القدوات ديال الاطفال المراهقين ديالنا، اللي هما لي زادولت المغاربه اللي غادي يبنيو المغرب ديال غدا. وقت الكوفيد تعلمنا واحد التلاحم ما بيناتنا، وتعلمنا كيفاش طقوس الحياه، وكيفاش تلاحم مع العائلات ديالنا، وكيفاش المغرب كله عائله وحده. مهم جدا باش نبقاو على هاد الطقوس اللي هي اساس الصحه ديالنا النفسيه. مع هاد المشاكل ديال الكوفيد كاين واحد لاحظنا في الكونفينمون وقت ديال الحجر الصحي، بدا الناس كانوا متحدين واحد الشكل كثير. وتنلاحظوا بان كاين الناس اللي عندهم واحد المسؤوليه كبيره، وكاين الناس اللي عندهم عدم مسؤوليه. الناس اللي مسؤولين ماشي غادي نرفضوا الناس اللي ماشي مسؤولين، ما نهمشوش. اليوم مهم باش نهضروا بنا على التهميش. واحد اللي فيه الكوفيد بحال اللي كنا نقدروا نهمشوا واحد اللي تيتخدر، ولا واحد اللي مريض نفسي، ولا واحد اللي عنده مرض سرطان. اليوم مهم باش الوقايه تدوز من لا سنسيبيزاسيون، يعني باش الواحد من التحسيس تدوز من لا توليرانس، باش الواحد يتفاهم ويتفهم الاخر، وتدوز من لاكسبتاسيون، سيتادير نتقبلوا بلي كاين واحد الوضع، وكاين واحد خصنا نبدلوا الطقوس ديالنا، ونبدلوا الفكره ديالنا، ونبدلوا التعامل مع الاخر، وما نهمشوش بعضياتنا، باش نقدروا نتجاوزوا مرحله كوفيد ونكبروا مع مرحله كوفيد، ويكون واحد النضج صحي اللي هو ماشي نضج صحي عضوي فقط، ولكن نضج صحي عضوي، نضج صحي اللي عنده علاقه بالتربيه اللي هي مهمه، اللي عنده علاقه بالقيم، اللي عنده علاقه بالتحسيس، اللي عنده علاقه بالمجتمع. لا فيولونس مهمه بزاف الحاجات، اللي عنده علاقه بطقوس الحياه، اللي عنده علاقه باحترام الاخر، واللي عنده علاقه ايضا خاصه نرجعوا لشي حوايج اللي هما اساسيين، اللي هي الاحترام، الكتب والفن والرياضه لو سبور، باش النمو ديال الاطفال والمراهقين ديالنا تيدوزوا واحد المرحله اللي هي مازال ما فاهمينهاش، خاش ما عندهمش كامل النضج باش يفهموا بان هذه راه كريز سانيتير اللي حنا تنمروا منها، باش يقدروا يكبروا ويبنيو مغرب الغد. عادي يدخلوا الدراري يقراو يوم الاثنين، هادشي عندي راي وما عندي راي. هي كطبيبه نفسيه الاطفال والمراهقين راه مهم يكون عندهم واحد، كاين وقت وبلاصه ديال الخدمه، كاين وقت وبلاصه ديال القرايه، ووقت وبلاصه مع العائلات. ما نقدروش نفس البلاصه اللي هي الدار نقراو فيها ونكبروا فيها ونكون عندنا علاقات انسانيه فيها. ولكن كاين واحد الواقع اللي هو وقت كورونا، دونك مهم باش نحسوا الاطفال ديالنا اللي غادي يرجعوا للمدرسه على كاع الوسائل الاحتياطيه اللي عندها علاقه بالكوفيد. وحنا تنتمناو حاش المشكل اللي يقدر يوقع، حنا ما عارفينش، العالم كامل تيتعامل مع واحد الاشياء اللي هي جديده، غيقدروا يرجعوا للمدرسه، ولكن في اي وقت لا كان كونتاميناسيون، لا كان مشكل، غيقدروا يجلسوا من المدرسه. دونك شنو اللي هو صعيب على الاطفال والمراهقين، هي ما عارفين شنو هو الغد. اليوم غنمشيو للمدرسه 5 اكتوبر، ولكن يمكن 15 ولا 20 ولا 30 اكتوبر ولا نوفمبر نقدروا نحبسوا.
دونك خاصنا نوجهوهم ونوجدوهم بينا ما نقدروش ما عندناش لو كونترول زعما ما عندناش واحد كاين اشياء اللي تتهرب منا اشياء اللي حنا عاد نتعايشوا معاها ويكون واحد التواصل نتكلموا معاهم ماشي غدا تمشي للمدرسه غدا ما تمشيش للمدرسه ونفهموا لهم حاجه مهمه باش ما نخليوش الفارغ يكون التواصل لقاش الفارغ تيخلي اضطرابات عصبيه عند الطفل اليوم يشوف الاصدقاء ديالو يشوف الاستاذه ديالو غدا ما يشوفهمش ما غيجلس في الدار مهم التواصل ما خصو الناس يقولوا بان راه الطفل مازال يلا عنده 5 سنين ولا يلا عنده 10 سنين ما تيفهمش ونطبقوا عليه اشياء كاين كلمات وكاين وسائل تواصل مع الاطفال ديالنا ولا في المدرسه ايضا باش يتفهم الوضع ويتفهم الاشياء ويقدر يتسنى اشياء اللي هو ما متعودش عليها وتقبلها امتيازات المسؤوليه ولكن المسؤوليه راه ماشي هي علينا وعلى وليداتنا المسؤوليه على المغاربه كاملين على جاري على اللي تخدم معايا على الانسان اللي تنشوف زنقه ما تنعرفوش لا سوليداريتي تلاحم المغاربه وراو بينا يقدروا يكونوا نموذج في هذا الوقت كوفيد نموذج العالم كامل النصيحه هي احنا عندنا كاع الوسائل باش نبقاو نموذج نبقاو متلحمين ونبقاو مسؤولين في هذه الفتره اللي ان شاء الله غادي نتزوجوها ونوصلوا للاشياء اللي احسن. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.